السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الباحثين. اليوم ويانا موضوع بسيط حبينا نتناوله ضمن البحوث. لاحظ في بعض الأحيان لما أنت تناقش فد ريزلت معينة، هاي الريزلت أنه أنت تحتاج من ضمنها تحسب الأفريج، تحسب الكوفيشنت أوف فيرنس، anything. لاحظ أصلا عندي مثلا هنا كمثال عندي الووتر ليفل، مستوى الماء داخل الخزان خلال الأشهر السنة. فالمفروض أنا إذا مثلا هنا لاحظ أكو عبارة كاتبتها إيش قايلة؟ قال المين مانثلي ووتر ليفل فاريبلتي ديكريزنج، يقل خلال هذه الاشهر الفتره من جون الى سبتمبر. وش كاتبه بين قوسين؟ ذا فيرنس كوفيشنت، معامل التباين كمعدل مقداره 11.4%. شلون حسبتي هذا؟ هواي سألت عليه. وكاتبه هنا الهايست فلكتويشن اكيور وين؟ بالمارش. ايش قد الفيرنس كوفيشنت بهذا المقدار؟ خلينا نشوف شلون حسبنا احنا هذه الامور. نرجع احنا مو حط البيانات مثل ما رتبناها مسبقا، قلنا حتى نرسمها بهذه طريقه البوكس بلوت او البوكس اند بوكستشر، انه انا ارتبهن بهذا الشكل، وانا شرحت لكم هسه فيديو وين عنهن، انه انت ترتبهن بهذا الشكل: جانوري القيم الخاصه به، فبروري القيم الخاصه به، مارش وهكذا، لان هذا حتى يرسم البوكس بلوت ما يريد قيمه واحده، يريد مجموعه من القيم، لان هو يطلع لك المين ويطلع لك الكيو 1 والكيو 4، وتقدر تقرا عنه بكتب الاحصاء شنو المتطلبات حتى ترسم انت البوكس بلوت. تمام، فرتبناها بهذه الصيغه. اجي انا عندي هسه منين قايله انه دائما الديكريزنج عندي يبدي من شهر جون. تمام، فشنو اسوي؟ اضع هنا يساوي من جون الى سبتمبر. اول شيء شنو احسب؟ احسب المين. انا حتى احسب الكوفيشنت اوف فيرنس ايش قد يصير. اول شيء احسب المين. شلون احسب المين؟ اقول انه قيمه المين تساوي هذا الرقم يساوي ايش قد قيمه العفو يساوي اكتب افريج اي في. لاحظ تختار الخيار الثاني. بعد ما تختار تروح تحدد البيانات اللي هي منين تبدي، من جون إن من إلى أنا قلت سبتمبر، أنا رحت لهنا نوفمبر، أرجع إلى سبتمبر، آخر شيء سبتمبر كله يدخل. تمام، هاي البيانات قيمتها، أرجع لهذا القيمة اللي خليتها أنا، نغلق بعد ما سوينا دراج نغلق هذا، نضغط إنتر، إيش قد طلعت هسه قيمة المين إلى هالقد. هسه هنا ها شنو هاي؟ هاي المين فوقها، خلي أكتب M E A N. هنا شنو الستاندرد ديفيشن لازم نحسبه اللي هو احنا نسميه اس دي. شلون احسب الستاند؟ تكتب يساوي اس تي دي، اكو خيار اسمه اس تي دي اي في، هذا اللي بدون لا بي ولا ما اعرف ايش، هذا هو الستاندرد ديفيشن. تمام، ايضا للبيانات منين؟ نفس البيانات اللي عندي اللي تبلش من شهر، من شهر جون نفسها، اضغط الى سبتمبر كله. تمام عيني، بهذا الشكل هسه هنا سبتمبر كله دخل. شو اسوي هسه بعد ما اكملت هاي؟ ايضا بعد ما سوينا دراج نغلق نقول له اوكي، طلعت قيمه الستاندرد ديفيشن بهذا الشكل. هسه اجي احسب شنو قيمه الكوفيشنت اوف فيرنس، يعني سي في. تمام، كنسبه مئويه كبيرسنت. شلون احسبه؟ شو يساوي لك هذا؟ يساوي لك يساوي تفتح قوس قيمة المين على قيمة العفو قيمة مو المين قيمة الستاندرد ديفيشن على قيمة المين. تمام عيني، استد القوس تضرب في 100 بهذا الشكل. هسه ايش قد طلعت قيمته هنا؟ طلعت قيمته 4.511. فتاخذه هنا هسه مجرد اعدل القيم، هنا ايش قد عندي هسه الكوفيشنت اوف فيرنس 4.5. تمام عيني، بهذه الطريقة تحسب. نجي للمارش، أنا عندي إياها أكثر أشهر يصير بيها هاي فلكشويشن، عندي مارش وعندي مثلا أبريل أو أند أبريل أند أي بي آر أي، يعني أكثر أشهر يصير بها هنا. أنا ما يهمك أنت المادة العلمية حاليا، لأن قد ما يهمك أنت شلون تحسبين. أيضا ترجع لنفس الملف عندك منين؟ مارتش وابريل، أيضا تروح تحسب لهم مين ستاندرد ديفيشن بهذه الأمور. حبيت أوضح لكم هذه الخطوة لأن هي مهمة جدا وتحتاجها بالبحوث، يعني لما نتناقش في الأمر معين تحتاج أنه أنت تطي الكوفيشنت أوف فيرنس حتى ياخذ ببال الباحث أو القارئ للبحث إيش قد يصير عندك تغاير بالنسبة لبحثك.
اتمنى يكون هذا الموضوع واضح امامكم، حبيت افيدكم به لان احنا بعض الامور نتناولها بالاكسل لكن هي تفيد جدا البحوث العلميه وترفع من قيمه البحث العلمي، خاصه من يرسل الى مجلات قويه او يقع تحت يد قارئ راح يعرف انه الفحوى من هذه الامور، يعني البحوث العلميه تحكمها الارقام حتى واحد يشوف مقدار الفيرنس او غيره. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار أو موضوع حابين نشرحه أيضا يفيدكم يعني ضمن الأكسل تول يفيدكم ضمن البحث العلمي إن شاء الله، راسلونا على القناة وإحنا إن شاء الله نسوي لكم عملنا فيديو ونشرح لكم إياه. نلتقي بكم بالفيديوهات القادمة إن شاء الله، دمتم بأمان الله وحفظه.